السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. جزائري يتكلم عن بعض الابواق اللي راهي تدير في الفتنة وتسب في الجزائر. تحيا الجزائر وتحيا قائد القوات الاعلى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون. كاين بعض الابواق يستغلوا الفرص والازمات باش يسبوا الجزائر ويكرهوا الجزائريين في جزائريتهم. هذو الابواق راهم باينين، راهم خارج الوطن راهم يسبوا في الجزائر. بصح نقول لكم الجزائر ستبقى صامده وان شاء الله راح كل الازمات تمر. والله غير مهما فعلتم وقد ما حاولتم باش تكرهوا الجزائريين في بلادهم، والله ما تنجحوا. وتحيا الجزائر، والله يرحم الشهداء، والله يرحم كل واحد مات في الحرائق، وتحيا الجزائر.